السؤال ديالكم تنشكركم عليه، لانه الخدمات المطريه تدخل ضمن الاولويات ديال البرنامج الاستراتيجي للمكتب الوطني للمطارات للفتره 2021-2025. وفي هذا الاطار اطلق المكتب ورش هام لرقمنه الخدمات المقدمه للمسافرين وتدبير العمليات المطريه وعصرنه مناهج واليات التدبير بما يمكن من تجويد الخدمات واستقبال المسافرين في احسن الظروف. من بين التدابير المنجزه أذكر توسيع مواقف السيارات بمختلف المطارات، تطوير نظامات معلوماتية يمكن من رصد الأعطاب التي تتعرض لها المنشآت المطارية باش نصلحوها بسرعة، تكليف فرق مختصة في مجال استقبال التوجيه والإرشاد، توفير خدمة اتصال بالإنترنت ويفي مجانا بمطارات رئيسية، وعلى سبيل المثال أيضا تخصيص ركن للتواصل الإلكتروني لاستقبال شكاوى المسافرين وملاحظاتهم ومعالجتهم. وتعمل المكتب الوطني للمطارات بشكل دوري على تقديم مستوى تقييم مستوى رضا المسافرين عن الخدمات، تعتمد ذلك برنامجان دوليان. وهذه البرامج الدولية بينت بأنه يعني قبل جائحة كورونا مستوى الرضا كان وصل لأربعة إلى على خمسة تقريبا، بعد الجائحة ومن بعد إعادة فتح الأجواء وقع واحد التراجع في هذا الرضا، غير أنه منذ ثلاث الأشهر الأخيرة تنشوف بأنه رجع الارتفاع ديال المستوى ديال الرضا ديال المسافرين في المطارات المغربية. وشكرا.